السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير، معكم لطيف. مثل ما بتعرفوا قاعدين بحجر الصحة، العالم عم تاكل كتير عن قبل، ما في نادي مسكر وفي عالم يعني مكسلة انه تروح او تتمرن بالبيت. المهم حبيت اعمل فيديو، يا رب يعجبكم. لو عجبكم اعملوا سبسكرايب للصفحة على اليوتيوب، اعملوا لايك وكومنت وشير، تابعوني انستغرام، واي واحد حابب ينحف حابب اي مساعدة يكتب لي بالكومنتات وان شاء الله حرد عليه. ما حطول عليكم، خلينا نفوت بالموضوع. اهلا وسهلا فيكم باول وجديد. حاب احكي عن الكولا واضرارها اليوم، ويا رب تستفادوا. المهم اول شغله، عندك الكولا بتؤدي لزياده الوزن. ثاني شغله، بتسرع دقات القلب. ثالث شغله، فيها 33 حبه سكر مكعبات كل وحده كولا، تخيل. رابع شغله، عندك بتصعب امتصاص الحديد بالدم. خامس شغلة، بتصعب كمان امتصاص الكالسيوم للعظام وما بيؤدي لتهشش العظام. سادس شغلة والأهم، الفشل الكلوي. عندك ست شغلات بتعمل الكولا، يعني كل واحد لازم عن جد يدير باله على صحته. يعني مثل ما بتشوفوا انه عنا كل واحد بوصل مثلا عمره 50 سنة تلاقيه معه مرض السكري او لا سمح الله ميت. يعني يا يعني شباب عن جد، يعني انا حابب انصحكم، وكل واحد اخر شيء واحد واعي وبيعرف حاله، يعني بيعرف يفكر. وان شاء الله يا رب لو عجبكم الفيديو تابعونا على انستغرام يوتيوب، ومثل ما قلت لكم اي شيء ان شاء الله حساعدكم، حقدر ارد على الكل. حاعمل بالفيديوهات القادمه عن الفاست فود واضراره. مثل ما بتعرف انه ما في نوادي هلا مسكره كل شيء، فصعب شوي يكون التمارين، فحاول ان شاء الله اعملكم تمارين كمان. بتمنى تديروا بالكم على صحتكم. لو عجبكم الفيديو مره ثالثه تابعونا، بتشرف فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.